إبراهيم نجاح لطفي، جامعة كفر الشيخ، سنة التخرج 2023. التدريب ده عرفته من خلال زمايلي اللي عرفوه برضو من زمايل أكبر منهم يعني. والله التاسكات كانت حلوة، ولكن يعني في بعض التاسكات كانت عايزة وقت، وفي تاسكات مثلا كانت تقيلة يعني برضو، فكانت بتاخد مجهود كتير وكده يعني. الفيدباك ده كانت أحسن حاجة يعني اتعملت، إن بتعرف الواحد أخطاءه وتبين له الخطأ بتاعه فين. ولكن يعني في المشكلة يعني إن ممكن كان بيغيب شوية، بياخد وقت على ما يوصل. الحلول دي حلول كويسة، وكانت بتعرف الواحد خلاص إن هو غلط، وده الطريق الصح اللي المفروض يمشي عليه. ولكن برضو المشكلة برضو إنها كانت بتاخد وقت طويل على ما تنزل، فممكن الواحد يكون ناسي أصلا التاسك يعني. بس هي كويسة، تقييمها من 10 ليها، اللي هي مثلا 8 من 10. فيديوهات كويسة، وطبعا أشكر القائمين على هذا العمل. ولكن يعني في برضو بعض المحاضرين اللي كانوا بيشرحوا الفيديوهات ديت يعني كان بيشرحوا بسرعة، ما كانش مثلا بيركزوا في نقط معينة مثلا بيعدوها، فأنا تقييمي ليها مثلا 7 من 10. المشروع عامة طبعا المشروع ده حاجة جميلة فعلا، إن الواحد بيجمع كل اللي خده على مدار 3 شهور. فمرحلة المشروع مرحلة كويسة، والدعم كيكا في دعم كويس كان يعني، أقول يعني كل يوم على طول يعني كان في دعم، فتقييمي لي 9 من 10. أنصح لهم أولا إن هم يخشوا التدريب بحماس، ويكون عندهم روح الاستمرارية، وما يكسلوش وما يخافوش وما يركزوش مثلا في الدرجات كتير، ويحاولوا ما يشغلوش بالهم بحياة تانية، يركزوا في التدريب كويس، لأنه تدريب كويس وبيديك نبذة عن طبعا عن مجال المقاولات.